الامراض اللي كلش منتشره حول العالم، والامراض تعتبر خطره وفيها حالات وفيات وايد، فلذلك يصير التركيز عليها وايد انا وفيها هم مناسبه عالميه في يوم التدرب العالمي طبعا. فاليوم بنحاول نشرح لكم شنو التدرب. التدرب هو مرض جرثومه البكتيريا هذه تسمى عصية السيلة، عصية الكوخ، عصية الكوخ. عصية الكوخ هذه طبعا من اللي البكتيريا تكون اغلبها مقاومة للأدوية، البكتيريا قوية مقاومة للأدوية.